مرحبا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير وتشاهدون فيديو اليوم. اليوم الفيديو راح يكون عن اكبر فيديو مشتريات بقناتي. اكيد مو كلش اكبر فيديو، وانما راح تجي هواي فيديوهات مشتريات بالقناة. بس لا تنسون تسوون لايك كبير للفيديو، تشتركون بالضغط على زر السبسكرايب موجود جوا الفيديو، فعلوا جرس الاشعارات لتوصلكم كل فيديوهات وما يروح عليكم اي فيديو. شكرا على 200 متابع على الانستغرام، وشكرا على 630 مشترك على اليوتيوب. صفحتي على الانستغرام بس راح احط لكم اياها، احط لكم على الانستغرام جوا الفيديو بالوصف. هاي هي صفحتي اسمها زوز ستايل، هاي المنجرات الناشطه. شكرا اكيد على 200 متابع. نبدا بالمشتريات. دي هسه اول شي اشتريت هذا اليلك، يلك وجوا بودي اسود كلش حلوات. يلك يصير شفاف اسود، يعني نقدر نلبس ويا اي شي مو الا مالت البودي. بودي مالته كلش حلو جوا اسود، بس ما مبينات كلش لان جودة الفيديو مو كلش زينة. استخدمت غير برنامج، اكيد بعد ما راح استخدم يجوز. هذا اليلك شفاف اسود كلش حلو عجبني. الشيء الثاني اللي اشتريته هذا اليلك، هذا اللي يلبس بالشتاء وبالصيف. بالصيف نقدر نلبسه وحده، واكيد ويا بنطلون او جينز. بالشتاء نقدر نلبس جوا بدي، مو كلش يعني شتوي، يعني كلش حلو هذا عجبني. هذا الشيء الاخر اشتريت يلك وبدي طويل اسود، اكيد انا راح امتهن لاني يعني مو سمعت مستوى جني. اليلك واحد اجا، والبدي الاسود انا اشتريته واحد. هذا اليلك كلش حلو، من ورا بيهم طبعة وهيك أشياء حلوة وكلش حلو عجبني هذا اليلك. الشيء الآخر الأسود هو الوجه الطويل، كلش حلو هذا هو صورته، يعني حلو حلو يعني هم عجبني، إن شاء الله يعجبكم مثل ما عجبني. الشيء الآخر اللي اشتريته هو الصدرية، صدرية سودة. هاي الصدرية تلبس بالطالعة وتلبس مدرسة، المدرسة شلون يعني نقدر نلبس وياها قميص أبيض، بس بالطالعة كلش حلوة تصير، حتى وياها سترة بس ما طلعت لكم اياها لأني نسيت أصورها. يعني الشيء الآخر هو اشتريت هذا الجينز، كلش حلو من جوا بكفة، والكفة تصير على شكل تفاحة مأكول نعتها شوية، كلش حلو. الشيء الاخر هو الشال، شال اسود انا محجبه، وتجي اسئله على هذا الشيء. هذا هو الشال. الشيء الاخر اللي اشتريته هو ساعه، هاي الساعه كلش حلوه، لون بنفسجي، ما مبينه كلش بس انا شغلت صورتها على الانستغرام، روحوا شوفوا. على اليدين مرتين، يعني كلش حلو تصميمها. ان شاء الله عجبكم فيديو اليوم.